أهلا بكم. لا شك في أن المواقف التركية الأخيرة بشأن علاقتها بمصر وحل الخلافات معها أثارت قلقا في صفوف جماعة الإخوان التي بدأت بمواجهة التضييق عليها من السلطات التركية بعد أن حذرتها من استهداف مصر وتوجيه الانتقادات لها من أراضيها، بالإضافة لوقف برنامجين اثنين من مذيعي فضائيات الإخوان. على أثر هذه التحركات بدأ جماعة الإخوان بترتيب أوراقها من جديد وتحضير خياراتها في حال استئناف العلاقات بين البلدين. يبدو أن إحدى هذه الخطوات هي اللقاء حصل بين رئيس حزب السعادة التركي المعارض لرئيس أردوغان ووفد من قيادات الجماعة. أعلن رئيس الحزب المعارض تمل كرم الله أوغلو عن اللقاء دون الإفصاح عن التفاصيل، لأن محللين سرعان ما أشاروا إلى أنه لقاء يدعم التصريحات السابقة للقيادي في جماعة الإخوان الهارب عاصم عبد الماجد عندما أعلن عن استعداد الإخوان للمواجهة تحسبا لغدر السلطات التركية بحد وصفه. بل كشف أيضا عاصم عبد الماجد عن تحالف بين جماعة الإخوان وحزب السعادة وتعاونهم لإسقاط ما قد يلجأ إليه الرئيس التركي من قرارات ضدهم، وأكد على التحالف عبر تدوينة على فيسبوك أن تحالف الإخوان مع حزب السعادة أدى لسقوط مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان خلال الانتخابات البلدية عام 2019. بالطبع سنخوض في كل هذه المحاور مع بعضنا فيما بعد. قبل أن ننتقل لتحليل الخبراء دعونا نرى كيف تفاعل الشارع مع هذا اللقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد لاقى عدد لا بأس به من التعليقات، مثل إسلام الذي غرد ساخرا. ماذا قال إسلام؟ قال إسلام: الإخوان في تركيا في ضيافة حزب السعادة التركي المعارض لأردوغان هو المكافيلية في أبهى صورها. كما علق خالد قائلا: ما حدث من اجتماع لقيادات الإخوان المصريين بقيادات الإخوان الأتراك وهم حزب السعادة هو استمرار الفشل الذريع. حزب السعادة فاشل في تركيا وتنظيم الإخوان المصري فاشل في كل مكان. وعلق طلال أيضا في هذا الإطار قائلا: الخيانة وصلت فيهم أنهم يروحوا حزب السعادة أو يروحوا حزب السعادة المعارض لأردوغان، أردوغان لأشعل لهم صوابعه شمع، الآن ينسقون ضده، هي الخيانة في دمكم. أخيرا تساءل علي قائلا بالمصرية طبعا باللهجة المصرية: يعني خلاص قلبوا على الراجل عيني عينك، طب وبعدين حيعملوا إيه؟ انتهت علاقتهم بأردوغان قبل ما يتصالح مع مصر حتى. معي من القاهرة الآن الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية السيد سامح عيد. أهلا بك سيد سامح معنا على سكاي نيوز عربية. سيد سامح، ما الذي يحدث؟ هل هذه مناورة من قبل رئيس أردوغان، من قبل السياسيين أو اللعبة السياسية في تركيا، أم هو فعلا تغيير مسار حقيقي باتجاه مصر؟ هذا هو السؤال الأبرز. حتى الساسة المصريون لم يصدروا بيانات لأنهم ربما غير واثقين من هذه المرحلة. مساء الخير عليكم وعلى سكاي نيوز عربية، وكل عام وأنتم بخير. طبعا بالتأكيد أردوغان يمر بمرحلة صعبة، انشقاق كبير داخل حزبه، سواء من علي باباجان أو حتى عبد الله أوغلو عاملين حزب الديمقراطي التقدمي، وأيضا أحمد داود أوغلو عامل حزب المستقبل. استطلاعات الرأي بتتحدث عن تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية، وفي أردوغان نفسه بسبب الاقتصاد وبسبب أمور سياسية وأمور كثيرة أخرى، وحتى ان هم اصدقائه المقربين زي كان احمد داوود اوغلو اللي انشقوا عنه اتهموه بالديكتاتوريه وعدم الديمقراطيه. وكمان استطلاعات الراي بتقول تراجع شعبيته هو. نعم، اذا سيد سامح دعني اعود، لا نريد الاستفاضه في الشان السياسي، دعني اعود. هل توجهات الرئيس اردوغان باتجاه مصر محقه؟ هل هي يعني فعلا صادقه؟
هو في حاجة بشكل كبير جدا إلى مصر بسبب غاز المتوسط وبسبب أمور كثيرة جدا اقتصادية، لأن هو أصلا التحالف مش مع مصر بس، داخل السعودية طرف فيه وبعض الدول العربية الأخرى، فأيضا هو محتاج إلى دعم الاقتصاد وإنقاذ الليرة التركية، وفي حاجة إلى غاز المتوسط، هو في حاجة في شديد إلى إصلاح أحواله. النقطة الثانية المعارضة نفسها اللي هي بتخوض ضده الانتخابات القادمة، اتهمته بمناصرة الإخوان والتضحية بالاقتصاد التركي وبالمصالح التركية لصالح جماعة الإخوان المسلمين، فهي بتتخذ هذه النقطة ذريعة أيضا لمهاجمته داخل البرلمان التركي، ويلقى انتقادات شديدة بسبب هذا الأمر وبسبب أنه اقتصاد تركيا بيخسر بسبب تحالفه مع الإخوان السابق. فأعتقد أنه هو نيته صادقة، ولكن هو ما زال طيب تعتقد أن نيته صادقة؟ ما زال في التجاوب علاقة يعني. طيب كيف ممكن التجاوب يعني التقاف هذه الكرة من قبل جانب مصر أيضا في هذا التوقيت، مع يعني مع القرارات أيضا هو أوقف برامج كانت تسيء للجانب المصري تدور في فلك الإخوان، كيف ممكن التقاف هذه الكرة من قبل السياسيين المصريين من وزارة الخارجية مثلا في هذا التوقيت؟ يعني ما زال هناك تواصل طبعا بين مصر وتركيا على قدم وساق، وربما يكون في زيارة من تركيا لمصر في المرحلة القادمة. في طلبات من مصر بخصوص ما يسمى ليبيا، أو الميليشيات الموجودة في ليبيا، أو الميليشيات الموجودة في سوريا، أو الميليشيات الموجودة في العراق. ربما يكون موضوع الإخوان ده هو المطلب الرابع من طلبات أخرى زي ما قلنا سوريا والعراق وليبيا، ولكن أيضا إغلاق القناة لم تقفل حتى الآن، ما زال القناة تعمل وطن ومكملين والشرق في تركيا. وانتقل محمد ناصر و ربما معتز مطر الى السوشيال ميديا، او التقديم من تركيا عن طريق يعني اليوتيوب، قنوات اليوتيوب وغيرها، بديلا عن القناه التركيه الرسميه. وما زالت القناه تعمل بشكل او باخر بمذيعين ربما يكونوا اقل اهميه، وربما بنبره اقل حده من السابق، والابتعاد عن التحريض المباشر ضد مصر. كل هذا التزمت به تركيا في المرحله السابقه، وايضا الاعلام المصري خفف الضغط على النظام التركي بشكل كبير جدا، وكان في هناك يعني ربما تناوز بالالقاب ايضا خف من قبل الاعلاميين المصريين بالنسبه لتركيا. طيب. اعتقد ان هو في امور اخرى مهمه جدا، وزي ما السوشيال ميديا قالت، وزي ما ازاي انقلب الاخوان بهذا الشكل السريع على شخص دعمهم احد القيادات في المتحالفه مع الاخوان، قالت ان اردوغان اعطى الاخوان ما لم يعطيه الاتراك، قالت تخفيض الضرائب، قال وسهوله فتح القنوات، كل هذا كان متاحا بشكل كبير جدا، قال افضل من الاتراك انفسهم، يعني خدوا امتيازات لم ياخذها الاتراك في تركيا. طيب سيد سامح، ورغم ذلك انقلبوا يعني عليه بهذه السرعه لانهم عادوا الى حزب السعادة. هل ممكن تصديق يعني الرئيس اردوغان هو يأتي من خلفية إسلامية سياسية، الإسلام السياسي هو الذي وصل إليه برئاسة يعني بلد كبير مثل تركيا، هل من السهل تغيير الأفكار؟ يعني عندما نرى تغيير المواقف، هل بالضرورة يعني تغيير الأفكار بالنسبة لمن يعتنق إسلام سياسي أو يعتقد أنه الحل أو ما شابه؟ هل ممكن تغيير الأفكار أم هي مواقف فقط؟ لازم نفرق ما بين الايديولوجيا السياسيه اللي خاصه بالاخوان المسلمين واردوغان كلعبه سياسيه، يعني هو بيتعامل مع الاسلام السياسي كنوع من انواع اللعبه السياسيه، لانهم خرجوا من ما يسمى حزب الرفاه او نجم الدين اربكان اللي منع من السياسه، وكل دول انشقوا عنه، يعني سواء احمد داوود اوغلو او اردوغان، كل دول كانوا تابع حزب الرفاه وعبد الله اوغلو وغيره، وكذلك بتوع حزب السعاده، هو انشق الحزب لحزبين، اردوغان عمل حزب جديد، ولكن دوله علمانيه، يعني لابد ان نعرف ان ما يقتنع به اردوغان ليس الايديولوجيا الاخوانيه، فكره مشروع الخلافه الاسلاميه بتاع الاخوان مختلف شويه عن اردوغان، اردوغان بيلعب بالاسلام السياسي كلعبه سياسيه، وحتى لما جاء لمصر والاخوان تظاهروا وقالوا الخليفه اردوغان، قال لهم لا انا زعيم مسلم لدوله علمانيه، ما زال العلمانيه موجوده في الدستور التركي، وما زال هناك الدعاره مرخصه، وما زال امور لا يستطيع الانقلاب عليها. انا اعتقد ان اردوغان كان بيلعب بالاسلام السياسي كلعبه سياسيه، في ظل كان تراجع يعني الأحزاب العلمانية من تحقيق مطالب الشعب التركي للبعد الاقتصادي، وأعتقد أن الشعب التركي في أغلبه الأعم يعني يسمح له تغيير المواقف أردوغان بسبب الإسلام السياسي، وهذا يسمح له تغيير المواقف بسهولة يعني شديدة جدا، يعني من مصر ومن مناطق أخرى.
بالتأكيد زي ما قلت معظم الشعب التركي عندما انتخبوا انتخبوا لأنه نجح في إسطنبول في تحقيق مصالح اقتصادية للمواطن إسطنبول في هذا التوقيت لما كان رئيس بلدية إسطنبول، وده اللي رشحه بعد كده أو رجحه أنه يصعد إلى رئاسة الوزراء. وزي ما قلنا أن النظام السياسي في تركيا هو ما كانش بياخد 80% ولا 90%، يعني هو آخر انتخابات كان 48% وكان مضطر أنه يعمل تحالف لقيادة البرلمان أو تشكيل الحكومة، واضطر أنه يعيد الانتخابات لما مر 60 يوم. طيب. ولم يستطع تشكيل حكومة. طيب. اضطر أنه يعيد الانتخابات وخدها ب 51%. فهنتكلم أنه نظام في تباينات هنا لأن الوقت يعني محدود بالنسبة في برنامج منصات، نحاول أن يعني نتلقف تلك الترندات يعني ما يذكره الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر. سيد سامح، بالنسبة للإخوان المصريين هم متواجدون في تركيا أو في دول أخرى عديدة، بعد تغير مزاج الرئيس أردوغان أو حتى الداعمين الرئيسيين للإخوان خارج مصر، يعني المصريين الذين هم خارج مصر، ما مستقبلهم الآن؟ هل تعتقد سيتخذون تكتيكا جديدا معينا؟ هو بالتأكيد الإخوان بعد يعني بعد موقف الحدث في مصر انهاروا بشكل كبير جدا. موضوع التنظيم الدولي انتهى تقريبا، لا توجد اجتماعات تنظيم دولي، العالم أجمع له مواقف، يعني حتى العالم العربي نفسه واخد مواقف، حتى لا إن لم يصنفوا الإخوان كجماعة إرهابية، ولكن فكرة استقبال قيادات زي القرضاوي أو وجد غنيم أو غيره أصبحت مرفوضة حتى لدى العديد من الدول العربية. قطر يعني طلبت منهم الخروج من قطر، وده صرح بكده عاصم زوبع وعدد كبير منهم وقالوا إنه توسلوا إحراج. وأيضا هم في تركيا الآن أصبح موقفهم شديد الحرج، لأن هم وإن كان بعضهم أخذ الجنسية التركية وبعضهم خد عن طريق الأمم المتحدة يعني لجوء وما شابه ذلك، ولكن في النهاية موقفهم وتواجدهم حتى الحركي خلافاته مع الجماعة الإسلامية ومع عاصم عبد الماجد منذ 2015 وبالتالي كانت شديدة القسوة، يعني هم أول ناس بينقلبوا عليهم، وبالتالي ما خياراتهم هذا التوقيت؟ الإخوان ما زالوا موجودين، من الصعب انتهائهم، يعني اما الابتعاد اعتقد ان القنوات ستنتهي، ربما يخرجون الى دول اوروبيه وربما منها لندن، لان ما زال هناك لهم قنوات موجوده في لندن اذا كان قناه الحوار، او بعضهم متواجد في قناه العربي بشكل او باخر، ولهم ايضا منصات اعلاميه داخل اوروبا بشكل عام. ربما ينتقل المشاهير من الاعلاميين الى هذه الاماكن، محمد ناصر صرح انه ممكن يروح كندا او ممكن يروح امريكا، ولكن طيب. المشكله ان هم انشاوا اقتصاد داخل تركيا، لهم مصانع ولهم مدارس ولهم أموال، وكان مدحت الحداد حاضر وهو يعتبر الممول الرئيسي أو هو يعني مسؤول الخزانة الإخوانية في خارج مصر، وكان موجود مع حزب السعادة وربما نوع من أنواع التهديد لنظام أردوغان بشكل أو بآخر في الانتخابات المقبلة. يعني طيب، من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية سيد سامح حيد، شكرا لك.